الظروف مثلا ماشي يخدم نهار وثلاثة أربع أيام في الكراج كاميون، الناس تمشي ماشية مشيتين ثلاثة هنية ترجع تصبح في الكراج تصلح، ما تنجمش تولي تتضرر تمشي تضرك تسطب وتمشي تخلي كهربتك في الدار من المحرم تاع الطريق، وديك صورته وشفته سراسيف واحد ما يمشيش فيه وديان ما تماش تصب المطر صدقني امرأة تكسرت عمل أول مشير هذه قالت لما تصد المطر بعد 43 باش يدخلوا لها هزوها في تركتو مكسورة مخروقة تكسر مخروقة لا تلقى باش تدخل لها لا تلقى حتى شيء امرأة بالحس تقعد ثميك تقعد معناها ثم تولد ثم في دارها كان ولد كان مات دخلت موت ما عندكش يجيها ما يجيها حتى حد شكون يجيها لا يدخلها حد لا يجيها حد ماشي يجي ماشي دقدق ماشي يجي ماشي دقدق يقعد تقعد امرأة تقعد معناها ظل بالحس ولا ظل مريضة ولا واحد يصفي كيما هذا عنده زوز يصفي يعني في الدياليز نمشي كرالهم غادي ما نجمش يهزم ويرجعهم ما ثماش مشكله تعبين ياسر طالبنا مشينا وعود وعدونا قد مرة يخرج المعتمد لهنيا كاينوه خرجوا كاينوه اعطونا مقاول هنا جابونا مقاول كاين اللي يجوا الجلوله خرجوا وعود كاذب ما ثم حتى شيء عود كاذب قالوا في اقرب وقت هذا في المره الاولى طلع ما ثم شيء اللي يجي المعتمد اللي يجي ها مش نعمل لكم مش دنيكم يدب ويسكت واحد يكري كمين والله العظيم صدق شكاية واحد طرف خضرة يتكلفوا له يقوم بخمسين بستين ألف وإلا نعمة ماشي يجب فيها طرف الشعير هكريت مع الأغلب ما عنديش عند العجة هكريتها الثنية كيف نيو هك صورت خمسين كيلو تتكلف له وصورتها وهك شفتها مثلا مش من يجي يقول لك عندك حتى عندي مريض تقول لها يمشي يقول لك خويا البلاصة هذيك ما نمشي لهاش معنا في نجيلة عقرب عزوزة اللي ساعتها عقرب عزيزة خلطت الجولة قالت ما عندناش زرارك ما عندناش زرارك نتاع سم هبطها للقروان نوصل بها ماي ثلاثة نتاع الصباح غادي ماي ثلاثة نتاع الصباح واستنى وحتى تدق زراك وحتى اللي يجي كذاك وحتى الصباح باش روحت بها 24 ساعة وهي تمشي على زراك نتاع سم هي تنجم تموت في الثنية قداش مش متعلم قبل يعطونا زراك يعطونا يجيبوا يعملوا عون والحد لهنيا نتاع تبع الصحة زرك يعطوها زراك نتاع سم يسعف باش ما يموتش تو نحاها هذيك حتى في السوق وحتى في الجولة ما عادش موجود حتى في المستوى ما عادش موجود لا كنت تاخذ فيها هذه نتاع ما عادتش نحاها عنده شغل هذه اسيدي صدقني لكل ليله نقعد زوز عقارب مرتين ثلاث مرة الفاء هذه الدجاج كلات ولدك عم نول ولد ولدي عم نول لساته عقرب مشيت هزيت الجلوله قالوا لي لا هنا ما عندناش نهز صغير هو ولده ثلاث سنين انت عاد بيا القروات نقعد بيت حداه جا اليوم ما ثمش طريق حتى كي الطريق هكريتها الطريق ما يجيكش كهرباء ولا كمين تقولها في ساعه بالله يوصل لا هذا يقول لك خوي في عقلك ما نجمش نمشي خلاص هذيك معزوله ما نجمش نمشي المنطقه هذه اللي تخرج لها الدوار هذا اكثر من 300 واحد فيه بقوا فيها اربعه من الناس لهنا في الجبل هذا بقوا اربع بيت الاغلبيه في جلوله والاغلبيه في القروان مناش كان مرض ماشي راكب زراقه يخسر 60000 ما عندهاش فلوس كان ماشي يقري في ولده كيف ماشي يمشي يعدي كيف ماشي يهبط يجيب اربع خبزات لصغاره باش ياكلهم باش يكري لهم كم يوم ب 30000 عزايز هذه حكينا عليها ثم عزايز لهنا مساكين يهزوا فيهم بالحمال بالحمال حتى اللي وصلها للقدروني يقول لك كيس ولا لا نخرج لهم اودي ماشي يموت يقول لك اخويا يموت ولا يموت اما خير يتكسر كميوني ولا يموت هم خلي يموت يقعدوا مساكين يقاسوا بالواحد ويمشي من 300 روح ولا 400 ساعة على الطريق زوز عزايز يهزوا فيهم للشيخوخة وبعدين 60000 الكاميون ما كانش ما يجيبهمش وما يهزهمش موجودين منهم واحدة حتى التريلة تسمع هي مبروك ما تعمل والله التريلة تسمع 60000 زوز 60000 زوز عزايز ناس معناها شيخوخة في حالة شيخوخة يمشوا لأي جلولة باش ياخذوا الماندا نتاعهم يخصم 60 دينار باش ياخذوا الماندا نتاعهم مرة ناخذها من جلولة ساعات ولكن هناك الكاميون هاك وليلي وليلي 50 ب 40 ساعات كذا وساعات ب 60000 هو هنا يقول هاي واعره كيفاش ركحونا الكياس وقدونا ثنيه باش نلقوا كيفاش نمشوا وليلي حتى اللي يموت ما يلقوش كيفاش يهزوا لطف عليك وين تمشي العين جلوله حفوز نمشي نعدي كيف زاد تكري يا بالكري كل شيء بالكري نحشو مرة ساعات نخسر زل بالمئتين ألف هزها ولدها سي سمير هزها ولدها حكموا عليها بالزرارة قالت لها ما نمشيش إذا كان مش نكري بزرارك أنا كرينا بخمسين ألف وستين ألف بطلت زرارك ما خذتهاش بطلت وليدي لخذيت معناها بطلت ما بيشتغلها على خاطر اذا كان زراقه تكري عليها ب 50000 ولا ب 60000 قالت له وليدي ما تهزنيش الزرارك ما عنديش فلوس باش نكري بطلت الزرارك على جال هي لازمها معناها باش تزرق هي اول وثاني وثالث ومن الاخر وعلى الاخر هو الطريق حلنا برشا مشاكل الطريق ما عندناش مشاكل تاعنا ما تحل كم الطريق
وهم حتى من صغارنا بطلت قرأت على القرآن ما عادش تحب تقرا. هم هذوما منقطعين على الدراسة علاش؟ علاش بطلت؟ بطلت نمشي في 6 ولا 7 كيلومتر. نتعب بطلت نقلع تمشي في الجبل على وباباك من الخوف وما مذيب وما كل شيء انا تخاف شنو مناش تخاف صغير جبدو جاي صغير وريا مصبوع ونحن زي حشاك فما الحلوف هاي مانا تخاف من الجبل بطلت نقلع اذا تبعد المدرسة 7 كيلومتر 7 كيلومتر تمشي على الجبل ما انا بطلت القرايه انت بطلت القرايه يمشي على جال خاطر طريق واعر و كنت عمرك طريق واعر كنت عمرك 13 انتم معنا انقطعت بطلتوا القرايه انتم معنا كنتوا تقروا بطلتوا ايش قريت الطريق صغير هذاك بلاص على العمر والخوف ايش عمرك انت 14 بطلت القرايه زادك كيف علاش خاطر اثنيه معنا واعره وبعيده عليكم كيف من مطالبكم هي؟ مطالبنا هي الطريق والمستوصف من بعد المستوصف هو اللي يحل يحل لنا مشاكلنا كل كان الطريق لا طريق لا عندنا مدرسه لا عندنا مستوصف ولا عندنا شكون معناها لسان كان جنب نجيله مع الاولاد اللي عرسوا كليك قاعدين اللي عرسوا ما تلقى حتى شيء اي واحد عرس هنا من ليله العرس يهز اللي عنده باش يجيب صغار يقريهم اللي عنده مراه متولد باش يديها للسبيطار لا حتى شيء نسلموا نقريفي هذا مره تلقى في بلاصه يقول واحد اللي يزق 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 اللي يطلع نهار ثلاثه اللي جيت على رجلي شنو ما عندكمش نقريفي جاي ما جيتش نقريفي نقريفي قلت نمشي تكرب الفلوس معناها تكرب الفلوس كمان قلت 30000 مطلوب البيك ونرجع ولا يخليك ما قداش من كيلومتر 30000 قداش يهزك من كيلومتر 7 كيلومتر من جلولة من جلولة هنا 7 كيلومتر بالنسبة للبيت هذا اللي قلنا عليه 4 كيلومتر 4 كيلومتر نقد لكم الكياس حتى ونجوم قدوه ما سم شيء جوه سولوه وكل شيء ما سم حد شيء وعدونا جينا انتخابات راح صوتنا ما هو باش نصوتوا لك غدوا نصبحوا كراسي البلديه كما قال فيها بكلهم يجوا اجونا وقت يجونا وقت ما يناخذوا اول الثوره وقت ما يناخذوا تقام هنا 10 سنين تمت الانتخابات ولا ما تجيك جانا ما اعتمد قال له مصور وهو سعيد وبعدهم ملصق الثور قال ها وريتوني انا مصور مع سعيد نهارين ثلاثه يصبح المقاول هنا شوي هاو دب لا قعد ما اعتمد اللي قعد تسويه الاسباب مشكلتنا في الكياس اش بيك يا شيخ؟ كياس ما بيست ما تصب مطر ما لقاش كيف الصغار لازم يقروا معناها ما لقيتش حتى حل ما بعيده تربطت بهم وليت حولت من قلت للمرافق اللي يعيش بها الانسان وليت حولت لجريت باش نحاول وبرشا شباب كيفي ما قعدش كان شيب هاك ترى فيهم كان شيب ما بقاش حتى حد معناها الشباب الكل نزح معناها الشباب الكل نزح شايف في سوسه وشايف في كل 75% الشباب نزح معناها ما قعدش هاك تخزر كل ربيع عنده 6 و7 اولاد ما تلقاش معاه اولاد كلها حول الدوله هذه ماشي مش مستعرفه بينا اصلا لكن نهار جيت نشكو على السكر نحن فلاح ومربين بتاع الحل جينا نتكلم على السكر راس اللي نبحث عند الفرق معناها حتى كما تتكلم تطلب حقك ترسلك تبحث ولا يزو يربطوك الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة